السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. في هذا الفيديو حنشوف كيف حنسوي a shapes exercise according to certain dimensions. Okay. فحنبدأ بال first shape which is the circle. Okay. حنسوي 2 millimeter in diameter. فالخطوة الأولى إنه we're going to draw the cavity outline. بعد كده نتأكد بالبيريو بروب إنه الديامتر حقها 2 مليمتر. بعد كده نبدأ بالهاي سبيد هاند بيس، نخلي البير بيربنديكولر على السيرفس ونبدأ نسوي انترميتنت بريشر. انترميتنت بريشر معناتها إنه نأخذ حبة حبة، طيب ما ندخل مرة واحدة. بعد كده نبدأ نوسع الكافيتي، أوكي، ونتأكد إنه الديامتر حقها صار 2 مليمتر. بعد كده نشوف برضو بالبيريو بروب، نتأكد إنه الدبث of the cavity is 2 مليمتر. الشيب اللي بعد كده التريانجل. أول شيء نرسم التريانجل. وبرضو نتأكد بالبيريو بروب إنه الديمنشنز according للديمنشنز اللي مطلوبة عندكم في البوكلت. نقدر نشوف هنا إنه اللينك يعني الطول حق كل ضلع تقريبا 3 ملي. ممكن نبدأ initial depth باللو سبيد a small round burr، ممكن حسب إيش مطلوب منكم في اللاب، ولكن ممكن تدخلوا بالهاي سبيد على طول. بعد كده نبدأ ضلع ضلع، يعني أول شيء نسوي كاتينج لواحد من الأضلاع، أوكي. بعد ما خلاص نظبطه، بعد كده نروح للضلع اللي بعده، بعدين نروح للضلع الثالث. كده تقدروا تضمنوا إنه يصير في أضلاع، مو حتصير زي كأنها سيركل أو بيضاوية. بعد كده نسوي سموثنج في الميدل أوف ذا كافيتي، ندمجهم كلهم على بعض. فنقدر نشوف هنا كيف شكل التريانجل. To check a smoothness of the cavity or نتأكد من الدبث، نشوف الدبث نشوفه بالperio probe. ممكن نشوف برضو هنا كيف إنه it is smooth. إذا لسه ما وصلنا للدبث المطلوب، ندخل تاني بالهاند بيس ونزود الدبث. بعد كده نمسك البيريو بروب، نتأكد إنه الدبث متساوي. إذا في أي ledge أو أي catch وإحنا we're checking the depth or checking smoothness, you can go back and smooth it with the handpiece with a very light touch. When we're adjusting the smoothness of the cavity, إحنا ما نضغط، we don't apply pressure. إحنا بس زي كأنه بنمسد على the floor of the cavity، يعني زي كأنه تخيلوا إنكم بتقصوا حشيش ولا حاجة. You're just gonna يعني go very quickly with light pressure, light strokes عشان just to remove the excess parts. بعد كده we're gonna check the depth, check a smoothness with the dental explorer. If there is anything rough, anything أو في any ledge يعني زي كده درج أو عتبة من جوا, we need to remove it. For remove any roughness with the burr, بس هنا في هذه المرحلة we don't apply pressure لا على the floor ولا على the walls because we just want to remove any excess أو نضبط أي roughness. ما نبغى نزود depth ولا نبغى نزود dimensions. And these are like the final touches. We check the dimensions حق ال triangle. نشوف إنه هي 3 millimeter.
كل ضلع زي ما هو مطلوب منكم. طيب بعدين نشيك على الدبس انه 2 مليمتر، وهذا هو الشكل النهائي. نجي على التي شيب او شكل التي. اول حاجة نرسم التي بعد كده، برضو ممكن يا اما تدخلوا باللو سبيد راوند بير او ندخل على طول بالهاي سبيد. اللو سبيد just to create initial depth for the cavity، بعد كده نبدأ بالهاي سبيد. اوكي شايفين الفينجر سبورت، شايفين انه البير داخل perpendicular على السيرفس. نبدأ اول شيء بالشرطة حقت التي من فوق، بعدين بعد ما نخلصها ننزل على العمود حق التي. اوكي برضو في المرحلة دي نسوي يعني بعد ما ندخل الدخلة الأساسية نبدأ light pressure عشان ما يزيد معانا depth too much and we keep checking at depth with perio probe and check smoothness with the dental explorer. Okay. بعد كده نوصل على بعض، make sure it is smooth، ما فيش أي لج. اوكي شايفين هنا كيف في حتة صغيرة فيصير يشيلها. طيب لازم نعمل بعدين راونديشن لللاين انجلز. لما نيجي نعمل راونديشن لللاين انجلز بس نمسك حتة اللاين انجل نفسها، ما نمشي على كل الكافيتي عشان لا يصير الكافيتي معانا وايد، فبس عند حتة اللاين انجلز هي اللي نسوي لها سموثنس. اذا في اني ليدج برضو نشيلها. بعد كده شايفين نشيك الدبث انه كله متساوي. أول شيء نرسم الكروس شيب with the pencil، نحط البر perpendicular على السيرفس ونخلي فيه finger support زي ما انتم شايفين هنا بس عشان نثبت السنة. أوكي ونفضل رايحين جايين على the same level، نحاول انه ما تميل معانا الهاند بيس لا يمين ولا يسار ولا forward and back، لازم يكون perpendicular على السيرفس. بعد ما نخلص الشيب الأساسي يعني نبدأ أول شيء بالضلع الأساسي مثلا رايحين من فوق لتحت، بعد كده نروح على واحدة من الجهات بعدين الجهة الثانية. We check smoothness with the dental explorer. نتأكد إنه everything is smooth. هنا برضو في المرحلة دي we're not applying pressure على الفلور ولا على الوالز عشان not to widen the cavity.
الكروس شيب هو الاوتلاين حق اللور سكند مولر. فهذا الاكسرسايز مره مفيد انه يساعد انه how to do the outline for the lower second molar. فاحنا في هذا الاكسرسايز شفنا كيف نسوي اشكال مختلفه. سوينا السيركل, الترينجل, التي شيب والكروس شيب. Thank you very much and see you in the next video.